والله بص، الحمد لله. يعني من اول يوم اشتغلت فيه على المسلسل كنت بقعد مع كل ممثل لوحده، بقعد اقول له انا شايف الدور ازاي وتعالى نلعبه من الحته الفلانيه، وابتديت اقعد مع كل واحد لوحده، وبعد كده اجيب كل مجموعه بتشتغل مع بعض، بعدهم مع بعض نقعد نعمل بروفات ترابيزه كتير. وغير كده احنا في اللوكيشن بنقعد بغض النظر بعد ما نراجع المشاهد، بنقعد كده كده بجمعهم في البريك سوا، نقعد ناكل كلنا على ترابيزه واحده، كل كرو يقعد ياكل على ترابيزه واحده. حابب الروح دي، عشان الروح دي هي اللي هتطلع على الشاشه، هي دي اللي هنشتغل بيها، هي دي اللي يعني ان شاء الله تخلينا ننجح ان شاء الله. والله بص، هو اهم حاجه بتشد اي مخرج الورق. يعني الحمد لله استاذ محمود حمدان المؤلف كاتب مسلسل كويس، اشتغلنا عليه برضو انا وهو، وقعدنا غيرنا فيه شويه حاجات، وبقينا كل يوم ونعدل في حاجات، وستيل بنعدل انا وهو لحد دلوقتي واحنا بنصور على الهوا، عشان نعمل احلى حاجه ان يبقى الحلقه طول الوقت مشدوده، الاحداث شيقه للجمهور وللمشاهد، ودايما تحس ان انت قاعد مزهقان. بس دي حاجه، دي اهم حاجه بالنسبه لي، ويهمني دايما قفله كل حلقه بتكون مهمه، عشان دايما المشاهد يبقى مستني يحصل ايه الحلقه الجايه. بص، هو يعني التصنيف بتاع المسلسل، هو المسلسل يتفرج عليه اي حد في الشعب يعني المصري، اي حد يتفرج عليه. فكره احنا عندنا كذا لاين درامي، في كذا حدوته، في ناس هتشوف نفسها في المسلسل، في اعمار، عندي مثلا اعمار صغيره 14 سنه و16 سنه عندهم مشاكل زي بتقابل اي شاب في سنهم اذا كان ولد او بنت، الناس برضو الكبيره اللي في شغله اللي في حياته، الميراث، العيله. فالحمد لله يعني عاملين كذا لاين درامي ان شاء الله نقدر ننجح بيه باذن الله. استاذه سوسن بدر استاذه كبيره ونجمه كبيره، اي حد بيشتغل معاها هي بتضيف له كتير جدا، وضفت لي انا شخصيا كتير، اتعلمت منها كتير. وبعدين دي نجمه كبيره بتضيف لاي عمل، بطله المسلسل، وجودها جنبنا بتديك دافع، بتديك طاقه ايجابيه. استاذه كبيره وانا بتعلم منها، والحمد لله معانا باقي نجوم كبار كلهم الحمد لله يعني حابين المسلسل، حابين يعملوا حاجه تنجح بيهم. والحمد لله انا بحاول اقدم كل الاساتذه الموصلين معايا بشكل مختلف كانهم بيمثلوا لاول مره. طول عمري بحب الواقعيه، يعني حتى انا كمشاهد لما احب اتفرج على حاجه بحب اتفرج على حاجه واقعيه، ما عشان اصدقها. لو حاجه مش واقعيه هتقول ما بيحصلش كده، وده مش حقيقي. احنا بقينا دلوقتي المجتمع وفي يعني في 2024 خلاص الناس بقى عندها موبايل بتفرج فيه على اي حاجه في العالم، فبيتفرجوا على مسلسلات كتير في مترجمة لأي حاجة، إذا كان إنجليش أو أسباني أو تركي أو. فلو شاف المصري مش مواكب لنفس الحاجات اللي هو بيتفرج عليها بره، لازم نبقى إحنا زي الناس دي، وإن شاء الله نعديهم بإذن الله. فلازم نبقى شبههم، ما ينفعش نبقى إحنا في تصنيف هم في تصنيف تاني، إحنا يعني إحنا مش أقل منهم في أي حاجة. بص، هو يعني الدراما المصرية والفن المصري هو رقم واحد في الميدل إيست. كل المصريين مع احترامي ليهم، يعني كل المصريين العرب بيجوا هنا في مصر بيبقوا نجوم. فاحنا الفن المصري والسينما المصرية والأساتذة المصريين الكبار اللي هم عملوا تاريخ الدراما والسينما، والأساتذة المخرجين اللي أنا اتعلمت منهم، هم دول اللي عملوا الفن. واحنا الفن المصري هو أصل الدراما وأصل السينما في الوطن العربي. المنصات يعني مش سلاح ذو حدين، بس بتكون ميزة. يعني أصل اللي بيتفرج على المنصات فئة معينة، واللي بيتفرج على التلفزيون فئة معينة. يعني في ناس كتير ما عندهاش تلفزيون سمارت، فمش هيشوفوا فيه الكلام ده. في ناس كتير في الأقاليم بيتفرجوا على التلفزيون على CBC ويقعدوا يتفرجوا ويشوفوا المسلسل ويتابعوه بالوقت، وعندهم يومهم مظبطين يوم ان هو الساعة 8 هيجي المسلسل فيتفرجوا عليه. المنصة بتفيدك ان انت تتفرج على المسلسل في اي وقت، تجيب اي حلقة في اي وقت، تعمل بوز، تقف، تروح وتيجي، تعمل اي حاجه. والمنصه برضو بتضيف ان انت فيها سلسله اعمال كبيره. واكيد احنا زي ما قلت لك ان احنا لازم يعني بنتقدم، فالعالم كله فيه منصات.
بدون ذكر اساميهم، بس لازم نبقى احنا شبههم ونطور نفسنا برضو اكتر. شركه فانتج يعني انا بشكر من خلال البرنامج الاستاذه ريام حجاج، عشان هي اللي شافت فيها فكره المخرج وان انا اقدر اعمل عمل وان انا اكون لاول مره مخرج. بشكرها وبقول لها ان هي وقفت جنبي بصراحه وساعدتني كتير لحد اخر يوم، هي الحمد لله واقفه جنبي وبتساعدني ومؤمنه بيا كمخرج. بشكرها بقول لها ميرسي بجد اديتيني الفرصه دي، وان شاء الله نعمل عمل كبير ان شاء الله يعجب كل الناس. والمتحده طبعا دي الشركه الام اللي ضمه كل الناس اللي احنا كلنا بنشتغل تحتيها، وشرف لاي حد ان هو بيشتغل في اي عمل بتعمله المتحده. بص انا من وجهه نظري ان العمل القوي هو اللي بيفرض نفسه في اي وقت، اذا كان في رمضان او في غير رمضان، هو العمل القوي هو اللي بيفرض نفسه من خلال ورق، من خلال الاخراج، الممثلين، البرودكشن، كل حاجه. وبعدين انا مش بشتغل لوحدي، انا معايا كرو كبير جدا بشكر من خلاله استاذ شريف النمر مدير التصوير، الباشمهندس رامي دراج، فريق الانتاج كله، كل الناس دي هي اللي بتشغلني، انا من غيرهم مش عارف اشتغل. فكل ده عوامل عشان نعمل عمل فني ناجح.